في متابعة تطورات مشهد النهاردة، ومعانا على التليفون زميلنا فؤاد أبو هميلة موجود في عين شمس تحديدا عند ميدان النعام. مساء الخير يا فؤاد. مساء الخير يا لبنى. وصف لي الصورة عندك يا فؤاد لو سمحت. الآن يعني حالة من الكر والحر أعلى كوبري المصرية. ابتدى المشهد اليوم، كان الهدوء بيخيم على المشهد حتى صلاة العصر. قام عدد من أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي بالتجمع هنا في ميدان النعام بمنطقة المصرية، عددهم يبلغ 500 فرد، وقاموا بإقامة منصة هنا تحسبا لإقامة اعتصام هنا في ميدان النعام، غير أن قوات الأمن استطاعت بمعاونة أهالي المنطقة أن تزيل منصتهم وتحبط محاولة الاعتصام هنا. توجهوا الآن، هم الآن متواجدون أعلى كوبري المطرية، قاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات، وقاموا بمهاجمة قوات الأمن بزجاجات المولوتوف والزجاجات الفارغة وأيضا طلقات الخرطوش. وقوات الأمن هنا تتمتع بتأييد ومعاونة كاملة من أهالي المنطقة الذين استقبلوا قوات الشرطة حين جاءت بالهتافات وب الزغاريد. بالفعل قامت سيدات هنا بالزغاريد لرجال الشرطة فور وصولهم، والآن هم محاصرون أعلى كوبري المطرية. قامت قوات الأمن على عدد اثنين من أعضاء تنظيم الإخوان. اللي على الكوبري يا فؤاد عددهم قد إيه تقريبا؟ يعني هم الآن بضع يعني عشرات الآن من شباب تنظيم الإخوان الإرهابي، هم من يقودون المواجهة المفتوحة مع قوات الأمن أعلى كوبري المطرية. ولكن المشهد تسيطر عليه تماما قوات وزارة الداخلية التي تطلق من حين إلى آخر قنابل غاز مسيلة للدموع لتفرقتهم ولفرض تجمعاتهم. الآن أشاهد أمامي سيارة إطفاء تتوجه إلى مكان الحادث. هم مولعين النار على الكوبري. نعم، الآن هم يشعلون النيران في إطارات السيارات الفارغة أعلى كوبري المطرية لمنع وصول قوات الأمن إليها. في أي إصابات فؤاد؟ أنت بتقولي عربيات الإسعاف شايفها ولا بتقول عربيات المطافي؟ مطافي ولا سيارة إطفاء؟ نعم إطفاء. طيب طيب برضو لو في إصابات، في تواجد لعربيات الإسعاف، هل يعني قولي برضو؟ لا يوجد حتى الآن، لا توجد أي إصابات هنا ولا توجد إسعاف. المواجهات تكون من بعيد. الأهالي هنا يقومون بقوات الأمن بزجاجات المياه الغازية وزجاجات الخل المعروف تأثيرها في إزالة آثار الغاز المسيل للدموع، والأهالي أيضا تقف في صف المواجهة مع قوات الشرطة. شكرا زميلنا فؤاد أبو هميلة، ونتابع